مساء الخير على حضراتكم، حلقة جديدة من برنامج السادسة. دخلنا في الجد تاني، خلاص فريق النادي الأهلي رجع التدريبات النهاردة بعد راحة 48 ساعة، بعد طبعا الفوز بكاس مصر على حساب طلائع الجيش. خلاص عندنا أهداف الفترة اللي جاية. حلو أنه النهاردة نبقى مبسوطين أنه طبعا ديانجو ووليد سليمان وأحمد ياسر ريان يكونوا مشاركين في التدريبات بعد التعافي التام من فيروس كورونا. الحمد لله، ربنا يا رب يبعد عننا المرض ده تماما والوباء ده تماما. والفترة اللي جاية طبعا في تركيز كل الاستعداد دلوقتي للدوري الجديد، الموسم الجديد. وطبعا الأهلي هيلاعب مصر المقصة يوم الحد اللي جاي إن شاء الله. تحديات كتير قوي الفترة اللي جاية، ودايما بيقول إن اللي بيميز النادي الأهلي أكيد إنه في عز ما احنا فرحانين ومبسوطين بالإنجازات والثلاثية، لكن عينينا على اللي جاي وعلى الأهداف اللي جاية، ومش عايزين أي بطولة تروح مننا، سواء طبعا الدوري أو السوبر الإفريقي أو السوبر المحلي وكأس العالم للأندية. إن شاء الله يكون أداء مشرف، ولو قدرنا ناخد البطولة ليه لأ، ده النادي الأهلي طبعا.